الله الله. واحد اسمه سمعان ابن بعري. سمعان هذا كان من أهل السوقة، يعني الظاهر يعني في الروايات أنه شون هاي الطيور ما طيور وكذا وعنده مشاكل. فظل يأتي إلى مسجد النبي ويستمع لمحاضرات جعفر بن محمد الصادق. هو ما يريد يصير عالم، يريد يستمع المحاضرات. يعني الإمام عنده 4 خطوط، خط أبو بصير وزرارة هذا خاص، هذا نسميه الأخص، وخط عام عنوان البصري وكذا خاص هذا، وخط عام للفقهاء أبو حنيفة وفلان، وخط عام نسميه أعم اللي هو يشمل الناس محاضرات عامة. 4 خطوط لمحاضرات الإمام. فهذا يجلس يستمع، من يكمل الإمام يجي يبكي يم الإمام يسولف له وكذا، الإمام يطبطب عليه، الأئمة يحبون الناس البسطاء. أنا دائما أقول للشباب إذا تريدون تصيرون بنص عين صاحب الزمان، بنص قلب صاحب الزمان، بنص قنوت صاحب الزمان، صيروا بسطاء. البساطة تجعل الدخول إلى قلب الحجة ببساطة. التعقيد والتداخل بالمفاهيم والمبالغات تجعل الإنسان يتعقد ويتعرقل بالوصول لقلب الإمام. فالإمام يطبطب عليه ويسولف، افتقده الإمام لثلاث ليالي أو لثلاث أيام ما يحضر بدرسه. الإمام يعرفه، سمعان يجي يسولف وكذا، عنده دعابة. فسأل بعض أتباعي قالهم أين سمعان؟ لعله فيه علة فنعوده ونزورا. قالوا لا يا ابن رسول الله، لا علة فيه، لقد رأيناه في السوق. قال استدعوه شوفوا لي اياه، شنو هذا سمعه؟ راح قالوا لابوي الامام الصادق يريدك، ايش عندك انت ويا الامام الصادق؟ قالوا والله ما عندي شيء. فرصة عظيمة اجل الامام. قال اين انت يا سمعان؟ قال في شغل يا ابن رسول الله. قال أصدقني القول. طبعا الإمام يعلم، يريد يعلمنا. قال يا ابن رسول الله إن لي ماض لا يسرك، وبدأ الناس يعيروني به عندما أقترب منك. أنا لما أجيك قلوا لي ها سمعان وينك وين الإمام؟ امشي عمي انت نقص انت كذا، شايف الكلام صح. شنو قال له الإمام؟ شوف، قال افتح يديك يا سمعان. فتح يديه. قال ضع الماضي في شمالك. قال الآن الماضي سد إيده الإمام، والحاضر في يمينك، في يمينك سد إيده. ثم قال له، طبعا الناس تباوع، ثم قال له افتح شمالك. فتح الإمام، سوى الإمام، فنفخ على شمال. قال إن الماضي قد ولى. امسك على اليمين، على اليمين، امسك على حاضرك واقعك. الامام هنا يلفت نظرنا لما تفضلتم به، انه بعض المجتمع للاسف لا يعين التائبه على توبته ويذكره. كم من شبابنا اللي كانت عندهم ذنوب ذهبوا الى الجهاد واستشهدوا دفاعا عن الذين يستهزئون بهم. وكم من منفق في سبيل الله انفق امواله كانت لديه سوابق على الذين يستهزئون به.